اللهم إن كان هذا الوباء بذنب ارتكبناه أو إثم افترفناه أو زور جنيناه أو ظلم ظلمناه أو فرض تركناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه فإنا تائبون إليك فتب علينا فإنا تائبون إليك فتب علينا يا ربنا ولا تطل علينا مداه وردنا إلى بيتك ردا جميلا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم اصرف عنا هذا الوباء لا فاقدين ولا مفقودين اللهم اصرف عنا هذا الوباء لا فاقدين ولا مفقودين اللهم احفظ عائلتنا وأصدقائنا وأحبابنا وأمهاتنا وبيوتنا وأهلينا وذرارينا وكل عزيز يا ربنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم احفظ بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.